كما قتل 5 من عناصر ميليشيا الحوثيين الإنقلابية في مواجهة مع قوات الجيش الوطني بجبهة مقبنة غرب تعز. وقال مصدر ميداني إن المواجهات اندلعت عقب محاولة للميليشيا التسلل باتجاه منطقة قهبان جنوب مديرية مقبنة. وفقا للمصدر فإن المعارك امتدت إلى محيط قرية القوز وتبت الخزان، فيما شن الجيش قصفا مدفعيا استهدف تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات. وأكد المصدر أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد أن تكبدت 5 قتلى في صفوفها وعددا آخر من الجرحى. ولمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات العسكرية في جبهة مقبنة ينضم معنا عبر الهاتف القيادي في هذه الجبهة سيد مفضل الحميري. بداية أهلا وسهلا بك سيد مفضل، ولو تطلعنا على أهم الأخبار والأحداث والتطورات العسكرية التي تجري حاليا في جبهة مقبنة. حياك الله أخي في قناتي من شباب، وعلى هذه الإطلالة على جبهة مقبنة. في هذه الايام جبهه مقبنه تعتبر تقريبا الجبهه المشتعله الوحيده في محافظه، استغل العدو هدوء الجبهات جميعا وقام بحج مقاتليه في اتجاه الجبهه اكثر من اتجاه، من جهه الشمال ومن جهه الغرب ومن جهه الجنوب. وخلال ثلاث الجيش الوطني مع هذه الميليشيات ثلاث معارك مفصليه في منطقة ومنطقة قحبان أيضا كذلك معركتين، يعني تعتبر من أكثر المعارك التي خاضها الجيش الوطني خلال هذه الأيام. والحمد لله قد من الله عز وجل يعني جعل هذا العدو يتقهقر ويخسر الكثير من قياداته، تقريبا ثلاث قيادات ميدانية كبيرة تم يعني قتلها في هذه ما يسمى ابو مالك وابو مران وابو مهران، مسميات يعني عديده، بعضها اخذت بذاتها والبعض الاخر تم سحبها، وما زال الوضع ايضا متوتر الى هذه اللحظه. طيب هذه القيادات التي ذكرتها سيد مفضل، هذه القيادات التي ذكرتها من ميليشيا الحوثيين، ما هي طبيعه مهامها في الجبهه؟ بالنسبه للحوثيين نعم، بالنسبه لما يسمى ابو مالك وابو مهران على يعني المسميات حقهم، هذا يعتبر قائد الاقتحامات محور العدو، يعني المحور الذي ما بين من 60 الى مقبنه والوازعيه وكذا، هذا يعتبر قائد الاقتحامات، تم تصفيته في هذه المعارك واخذ جثته بالنسبه لنا في الجبهه. اخر قائد ميداني يعتبر قائد سريع ايضا في منطقه الفلحه، وطبعا القائد الاول يعتبر من مع سريع مقاتلا من دمار. طيب تحدثتم بانكم استهدفتم تحصينات الحوثيين بالمدفعيه واستهدفتمها بشكل مباشر ودقيق، هل يعني هذا أنكم في الجبهة حاليا لديكم معلومات دقيقة عن تحركات الحوثيين في الجهة الأخرى، أيضا كل ما يتعلق بالعمل الاستخباراتي لتتمكنوا من جمع كل المعلومات ومهاجمة الحوثيين؟ الحمد لله أخي، تعتبر المعلومة بالنسبة لنا من أهم الركائز التي من خلالها نستهدف العدو وتحركاته قبل أن يبدأ أو يشن علينا هجوم في اغلب المعارك، وهذا فعلا يعتمد على استخباراتي مميز لجبهه مقبنه التي نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يكون هذا الجهد مبارك باذن الله عز وجل. وايضا هناك ملاحظه
جبهة مقبلة، ولذلك أغلب أيضا الناس متخذلين يريدوا هذه النقطة الخبيثة أن تبقى، ولذلك يمدون أيضا بمعلومات كثيرة خلال تصرفاتهم في إطار المديرية. إذا أشكرك جزيل الشكر سيد مفضل الحميري القيادي في جبهة مقبلة.